that. Today, more Americans, think of that. More Americans are working than ever in the history of our country. يعملون ولديهم وظائف الآن هي في أعلى معدلاتها في تاريخ الولايات المتحدة. وهنا في ولاية أريزونا إن وظائف فرص العمل في الصناعة تحقق تقدما أكثر من عقدين. تذكرون قلت لكم أننا لن هل تقصدون بأننا لن نقوم بتصنيع أي شيء؟ 600,000 فرصة عمل في مجال التصنيع نأخذ مننا نستعيد محاربين القدماء، وستكون أريزونا أجمل مما كانت عليه تحت القيادة الجمهورية. أمريكا تزدهر وتنتعش وتنتصر، والولايات المتحدة تنتصر، لأن في النهاية نضع أمريكا في المقام الأول. في الأسبوع الماضي حققنا انتصارا تاريخيا للشعب الأمريكي في مناسبة، في احتفالية جميلة في البيت الأبيض. احتفلنا أحد أجدد أعضاء المحكمة العليا وهو القاضي كابينار. لقد عملوه معاملة سيئة. ماذا فعل الديمقراطيون المتطرفون لهذا القاضي ولأسرته الجميلة؟ إنه أمر مخزي على المستوى الوطني. ولا تنسوا ذلك يوم 6 نوفمبر، لا تنسوا ذلك الأمر. الديمقراطيون أصبحوا حشدا غاضبا، يحاولون أن يسيطروا على السلطة بأي وسيلة ممكنة. إن تصويتكم في هذه الانتخابات سيقرر الحزب الذي سيتحكم بمجلس النواب. جميعهم يتحدثون عن أريزونا ويتحدثون عن مارثا ماكسالي، جميعهم يتحدثون عن ولاية أريزونا. الخيار المتاح أمام كل أمريكي الآن أوضح مما كان عليه في السابق، أوضح ما يكون هو الآن. الديمقراطيون ينتجون الحشود والجمهوريون يوفرون فرص العمل. إذن في شهر نوفمبر القادم عندما تصوتون، صوتوا لأجل فرص العمل وليس للحشود. صوتوا لفرص العمل. يمكن لهذه الانتخابات أن تنتهي بسرعة. حتى المحكمة العليا اخترنا قاضيين، كافينار وغورسج. العديد أو الكثير من الرؤساء لم يختاروا أيهما، لم يحظوا بهذه الفرصة، قالوا بأن أهم القرارات التي يمكن أن نتخذها. ولكنها نقول أنه من الشرف، من دواعي الشرف أن نختار هذان الشخصان. وتعلمون بأنه يمكننا أن نختار وأن نعين المزيد، وبعد أن يمكننا أن نحظى ب8 سنوات بدلا من 4 سنوات. هكذا أرى الأمر. استنادا إلى المنافسة التي نراها، لا يمكننا أن نقول بوكاهونتس لأنها لا يوجد في عروقها دما هنديا. لا نستطيع أن نطلق عليها اسم بوكاهونتس. لا أعلم ماذا سأفعل، علي أن أطلق عليها اسم آخر. إليزابيث وارن، علينا أن نطلق عليها اسم آخر. لا أستطيع أن أستعمل اسم بوكاهونتس مرة أخرى. لا يوجد في عروقها دما هنديا. لطالما قلت أنا في عروقي دماء هندية أكثر منها، وأنا لا يوجد في عروقي أي دماء هندية. علي أن أجد لها اسما جديدا. نانسي بيلوسي أو كراين تشاك شومر. والديمقراطيون المتطرفين إن سيطروا على مجلس النواب في 6 نوفمبر فإنهم سيحاولون أن يأخذوا بلدنا إلى
كابوس من الفقر ومن الفوضى. الديمقراطيون يريدون أن يرفعوا الضرائب وأن يفرضوا الاشتراكية على بلادنا وأن يحولوها إلى بلد أشبه بفنزويلا، وأن يسلبوكم من الرعاية الصحية وأن يدمروا التعديل الثاني. والديمقراطيون يريدوا أن يفتحوا حدودكم للمخدرات القاتلة وللعصابات. هيا يرحبون بالجميع. نعم، إن الجدار قيد الإنشاء. نحن نعمل على بناء هذا الجدار 1.6 مليار. نريد أن نبني هذا الجدار دفعة واحدة، وسوف نحقق ذلك في غضون عام. وسترون ماذا سنفعل الآن. كما تعلمون، المكسيك على حدودهم الجنوبية، وأنهم يقاتلون ويقاتلون أشرارا في تلك المجموعة. ترون هؤلاء الناس وأنتم تستمعون إلى الأخبار المزيفة، وتعتقدون بأنهم أناس طيبون. كلا، نعم، بكل جدية، أنتم تعتقدون بأنهم أناس رائعون، وهناك أفراد شريرة بين هؤلاء الناس، وهناك أفراد قاسية. وأقول لكم بأن هذا البلد لا يرحب بهم، نحن لا نريدهم. الديمقراطيون لقد أصبحوا حزب الجريمة. ستكون انتخابات كافينار، القافلة، القانون والإعفاءات الضريبية. لقد نسينا بشأن الإعفاءات الضريبية والحس العام، نسينا التخفيضات الضريبية. لقد منحناكم تخفيضات ضريبية أكثر مما مضى في تاريخ بلدنا. وأنا أقول لأصدقائي بأنهم علينا، لقد قمنا بذلك، وكذلك تخلصنا من هذا المانديت، من هذا التفويض، حيث تحظون بفرصة لدفع ثروة كبيرة عندما تحظون برعاية صحية سيئة. لقد تخلصنا من هذا القانون. هل تعلمون ما هي الأمور الأخرى التي أنجزناها؟ أنا أحب سكان أريزونا. لديكم أعمال صغيرة، لا يوجد لديكم أي ضرائب على مستوى الولاية. وإن كان لديكم أي أولاد، إن كنتم لا تحبون أولادكم لا تتركوا لهم المزرعة. لكن إن كنتم تحبون أطفالكم فإنكم تحبون ترامب، لأنه لن يكون لديكم أي ضرائب على مستوى الولاية. هذا أمر كبير، هناك الكثير من الإنجازات، لا يوجد لدينا متسع من الوقت. نعم، أنا أحبكم أيضا. شكرا. حزب الديمقراطي لقد أصبح متطرفا وأخطر من أن نثق بأن نمنحه السلطة. إن أردتم أن تنظفوا المستنقع يجب أن تنتصروا وأن تهزموا الديمقراطيين. إذن التصويت قد بدأ في أريزونا. العديد منكم قد حصلوا على أوراق الترشيح. التصويت، اذهبوا وصوتوا، ولكن عليكم أن تصوتوا في 6 نوفمبر. وبالمناسبة فإن التصويتات الأولية تبين بأن مارثا متقدمة بفارق كبير. لا تتكاسلوا لأي سبب من الأسباب، فإن الحزب الذي يفوز في الرئاسة عادة يخسر في انتخابات التجديد النصفي. لا أعلم السبب وراء ذلك. إذن هنا الفرق الذي لدينا، ربما يوجد لدينا أعظم اقتصاد في تاريخ بلدنا. إذن ما الأسباب؟ ولكن لا تتكاسلوا. وما يحدث بعد ذلك، وما يحدث عادة أنهم يخسرون انتخابات التجديد النصفي، بعد ذلك ينهارون في 2020. أريد أن أحقق انتصارا في هذه الانتخابات وفي تلك الانتخابات القادمة. الليلة نحن متحمسون أن ينضم إلينا مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري في أريزونا، بما في ذلك النواب ديبي ليسكو. أين ديبي؟
ديبي لقد قامت بعمل رائع، لقد كانت نعم لقد أحسنت عملا يا ديبي. ورجل ويناضل عني ليلا ونهارا وهو يحب بلده، لقد استمعت إليه، لذلك أريد أن أشاهد عضو مجلس النواب أندي بيكس وقد قام بعمل رائع حتى الآن. شكرا لك يا أندي. ورجل آخر نحبه جميعا وهو صامت وهو يساعد وقد ساعدنا في قانون الرعاية الصحية وفي جميع الأعمال التي حققناها في التخفيضات الضريبية وفي الحدود وهو صلب، ديف شوايكر. ديف شكرا لك يا ديف، أحسنت عملا. كذلك يشرفنا أن ينضم إلينا حاكم الولاية وصديقي دوغ دوسي. ولا تقلق عن ذلك عن دوغ، كانوا يقولون دو دو. نعم هذا أمر مثير للإعجاب، دوغ رجل متميز، وصوت لدوغ، إنه رجل رائع يقوم بعمل رائع، يحب ولايته ويحب بلده. وأخيرا يشرفني أن أقدم لكم أمريكي وطني حقيقي، شخص تعرفت عليه معرفة جيدة على مدى العامين الماضيين لطالما كانت إلى جانبنا، وهي ذكية وهي تحلق بالطائرة أفضل من أي شخص رأيته، إنها ممثلة مجلس الشيوخ مارثا مكسالي. مارثا شكرا، شكرا جزيلا لكم، شكرا لك الرئيس ترامب، شكرا لك على قدومك إلى أريزونا. وأريد أن أقول لكم نحن لسنا مجانين هنا، وكما يقول خصمي نحن لسنا مختبرا للديمقراطية. هل هذا أمر سخيف؟ أريزونا ولاية مدهشة ونحن سعيدون بتواجدك هنا ونحن ممتنون لدعمك. انظروا أمريكا عادت إلينا وأريزونا عادت إلينا، والفضل يعود إلى قيادة دونالد ترامب ودوغ دوسي وكذلك الحزب الجمهوري. لقد نحن نرى الكثير من التفاؤل ونرى فرص العمل الكثيرة، وجيشنا يقدم الدعم لقواتنا، ونحن ندعم كافينار في المحكمة، ولكن أمامنا عمل كثير علينا أن نقوم به. وجد هناك الكثير على المحك في هذه الانتخابات، علينا أن نضمن أن نحافظ على أغلبيتنا في مجلس الشيوخ. أقول لكم أنا سأصوت لكافينار، وسينما قالت بأنها ستصوت بلا أمننا القومي، لقد دافعت. والسينما كانت تدافع عن إغلاق قاعدة لوكفورد. كلا، لقد زرنا تلك القاعدة، ويكون أن تروا هذا الكنز. لقد كنت أطلق النار على الطالبان، والسينما كانت تقول أنه لا بأس أن تنضم أمريكا إلى طالبان. ما هذا؟ وأنا كنت أرتدي بزة الطيران وهي كانت ترتدي زيا مدنيا. وفي الأمن الاقتصادي أنا صوتت للتخفيضات الضريبية وهي صوتت بعكس ذلك. والأهم من ذلك فيما يتعلق بأمن الحدود، دونالد ترامب يشرفنا أن نقود في مجلس النواب، ويجب علينا أن نضمن تشييد ذلك الجدار.
نعم يجب أن نبني ذلك الجدار. نعم علينا أن نفعل ذلك، علينا أن نغلق تلك الثغرات، ونحن على ذلك القوانين، يجب أن نغلق تلك الثغرات في القوانين أمامنا الكثير، وأن خصمي وهم خطيرون جدا في هذه المسائل. سينما صوتت لصالح المدن المحمية، وهذا ما هذه مسألة شخصية في الجمهور. الآن لدينا ماري ومندوسا وابنها برايان في ميسا، أطلق، لقد قتل من قبل الرجل ما كان ينبغي أن يكون موجودا. هذا مسألة شخصية بالنسبة لنا في أريزونا، علينا أن نهاجم هذه المدن، وبالتالي علينا أن نبني الجدار وأن نحمي حدودنا. هناك الكثير على المحاك، لذلك أنا ممتنة لدعمكم ولتصويتكم. بارك الله في أريزونا وبارك الله في أمريكا، شكرا لكم. هذا أمر رائع. مارثا هي من قدام المحاربين، وهي أول امرأة التي تقود طائرات مقاتلة، هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة. وقد تحدثت إلى بعض الطيارين والطائرات المقاتلة قبل قليل، وكان لدينا مهارات رائعة، شركة بوينغ، ريثيون، وكانوا جميعا مجتمعين. والذين يعرفون مارثا يقولون بأنها تحلق بالطائرة أفضل من غيرها، وهذا أمر جيد. لقد أثارت إعجابهم. أنت تستحقين أيها السيناتور بأن هذه الولاية التي تحبك وتدافعين عن هذه الولاية، ولن نخذلك. وهذا القائد هي مارثا مكسالي. وخصم مارثا هي من يسارية متطرفة اسمها كريستين سينما، وهي كذلك هي متطرفة، تحميها وسائل الإعلام الكاذبة الموجودة في الخلف. انظر إليهم، إنها أشبه بجوائز الأكاديمي الأوسكار. هناك الكثير من الأمور. هل تعتقدون بأن هذا الأمر يحدث مع الرؤساء العاديين؟ كلا. وفي كل مرة أتمنى أنكم تستمتعون بوقتكم. عندما يعتقدون بأنني سأقول شيئا بذيئا فإنهم يطفئون الأنوار. كلا أنيروها. بعد 11 من سبتمبر قامت مارثا بالتحليق بالطائرات المقاتلة ضد المتطرفين الإسلاميين، وفي حين أنها كانت تحارب طالبان، سينما كانت تقول بأنها لا تعارض بأن تنضم بلدنا إلى طالبان. كيف يحدث هذا الأمر في أريزونا؟ اشرحوا هذه المسألة لي. سينما قامت بهذه الملاحظات وهذه التعليقات بالرغم من أن جنودنا الشجعان يضحون بأرواحهم في المعارك أمام قوات العدو طالبان. كريستين سينما كذلك تبنت متطرف من الجناح الأيسر. هل هذا ما أردته؟ أنا لا أؤيد ذلك. وكما تعلمون وكما سمعتم، كيرستن قامت بالتصويت بقوة ضد التخفيضات الضريبية، ليس لأنها تؤمن بذلك، وذلك لأن نانسي بيلوسي أملت عليها ذلك. نانسي بيلوسي لا تؤمن بالتخفيضات الضريبية، وماكسين ووترز أملت عليها أن تصوت كذلك. لذلك هي لا تؤمن بذلك، إنها تفعل كل ما يملونه عليها. لقد صوتت لقانون أوباما للعفو، وكذلك صوتت ضد الجدار، تريد للمخدرات السامة أن تدخل إلى مجتمعاتكم.
لقد صوتت ضد المدن المحمية، وسينما كذلك انضمت إلى الحشد الجمهوري البشع لكي تهاجم القاضي كافينر، سيكون قاضيا رائعا في المحكمة العليا. والتصويت لكيرستن سينما هو هدر في الأصوات، ولكن الأهم من ذلك سيكون تصويتا خطيرا، لأن شومر وغراين تشاك لبلوسي وماكسين ووترز، إن كنتم لا تريدون للديمقراطيين المتطرفين أن يسيطروا على مجلس النواب، عليكم أن تصوتوا اليوم، صوتوا لصالح مارثا مكسالي، ستكون من أفضل الأصوات التي تمنحونها، ستكون ثاني أفضل تصويت، الأول كان تصويتكم لصالحي أنا. الآن عندما تصوتون صوتكم لصالح فإن هذا الصوت هو لكم، هذا تصويت لنا جميعا، لأننا ولم يشكك بها بقولي هذا، لدينا أفضل حركة، أفضل حراك في تاريخ بلدنا، لم يحدث هذا مسبقا، لم يحدث في السابق، ونحن نبلي بلاء حسنا. نعم أعظم رئيس، شكرا على قولك هذه العبارة. نحن نبذل قصارى جهدنا، الديمقراطيون في مجلس النواب لقد قاموا بالتصديق على الرعاية الصحية التي ستلغي الرعاية الصحية لمليون وثلاثمائة ألف من سكان أريزونا، وهذا الأمر سيدمر بلدنا، لأن ضرائبكم ستتضاعف ثلاثة أضعاف. هذه الخطة سوف تقوم بإنهاء الامتيازات الطبية لملايين من سكان أريزونا، إن خطة الديمقراطيين للقضاء على الامتيازات الطبية، ويوجد لدينا بعض منهم هنا في القاعة. نحن نبلي بلاء حسنا مع الأمريكيين من أصول لاتينية، لأنكم تعلمون لأنهم يريدون أمانا على الحدود ويرغبون بالحصول على وظائف رائعة. تذكروا في الانتخابات السابقة، هل لقد كانت أصوات الأمريكيون من أصول لاتينية، ما زالوا يحاولون فهم هذه المسألة، وتذكروا ماذا قالوا نعم، لقد قالوا بأن النساء لم يصوتوا لي، ولكن هل صوت النساء لي؟ أنتم تعلمون لم يفهموا ذلك الأمر، ولكنهم يحاولون. هل ما زلتم تحاولون؟ هل تريدون مواصلة لعب هذه اللعبة؟ وهذه الامتيازات الطبية، الجمهوريون يريدون أن يحافظوا على الرعاية الصحية للمواطنين الكبار بالسن، لكبار السن من المواطنين، ونريد أن نحميهم، ويريدون أن يواصلوا هذا العمل بالظروف القائمة، يحاولوا أن يطرحوا خطابا زائفا. اسمعوا لي، ما مكان، سوف نقنعهم، سوف نحمي الحالات المرضية المسبقة أو السابقة. تذكروا خلال المناظرات الجميع أراد أن يقوموا بتعديل الضمان الاجتماعي، ويريد أن يضيف المزيد من السنوات. من هو الشخص الوحيد الذي قال بأنني لن ألمس الاستحقاقات؟ نعم، شكرا لكم، وتذكروا أنني قلت ذلك. لقد كان هناك الكثير من الرؤساء الذين قطعوا وعودا كبيرة، ولكن تلك السنوات انتهت، وأنتم تعرفون بعضا من هؤلاء الرؤساء ولم يكن منظرهم جميلا. هذا الأمر لن يحدث لي، ولكنني كنت على المنصة في كل تلك المناظرات، كنت على المنصة مع في تلك المناظرات مع بعض الرائعين من الحزب الجمهوري، وكذلك ضد بعض الشنيعين من الحزب الديمقراطي بما فيهم هيلاري كلينتون. من المذهل كيف يمكن للمرء أن يقوم بمحو 33 ألف رسالة إلكترونية بعد أن تحصل على
على استدعاء من مجلس النواب الأمريكي، أمر مدهش. وزارة العدل، وزارة العدل التي ترأسها العديد من إدارة أوباما، كما انظروا ماذا فعلنا، انظروا في كل وزارة من الوزارات وانظروا ماذا يحدث مع وزير الخارجية. نحن نبلي بلاء رائعا. إن المنصة الجديدة للحزب الديمقراطي هي الاشتراكية المتطرفة والحدود المفتوحة على مصراعيها. إنهم يدعون ملايين من الغرباء الذين يخرقون قوانيننا ويخرقون حدودنا ويهددون بلدنا. غير ذلك ماذا يفعل الديمقراطيون؟ هل تعلمون إن السياسيون ذوي الأداء الضعيف يتآزرون مع بعضهم البعض مهما كان فعلهم؟ لا يريدون لنا أن نحصل على انتصار بالرغم من أننا منحنا جيشنا المزيد من الأموال. لا يريدون لنا أن نبني هذا الجدار، سوف يقاتلون حتى آخر قطرة دم، ولكننا بدأنا تشييد ذلك الجدار وسوف ننجز بناء ذلك الجدار. والآن عندما تنظرون، الآن وصلنا إلى مرحلة عندما تنظرون أن ما الذي يأتي في هذه القوافل يقول نحن لا نريد أن نغير قوانين الهجرة، لا نريد أن نغير لوتري الفيزا أو تأشيرات اللوتري، يقومون بانتقاء أسماء بالقرعة. هل تعتقدون أن هذه الدول، هل لا أعتقد ذلك، بأنهم سيرسلون أفضل من لديهم من مواطنين. الهجرة، لدينا شخص موجود على طريق السريع ويقود بسرعة 60 إلى 70 ميل في السرعة، الإسلام المتطرف، ويقوم بالالتفاف بسيارته إلى حديقة ويقتل 9 أشخاص، أشخاص يقومون بالجرح على ضفاف نهر الهدسون. بعد 6 أشهر يكونون بلا أرجل وبلا أذرع هؤلاء المرضى. وهذا الشخص الذي 22 شخصا لقد جلب أمه ووالده وأخاه وأخته وعماته وخالاته، وذلك بسبب سياسات الديمقراطيين. هذا ما نطلق عليه سلسلة أو تسلسل الهجرة. يبدو الأمر جميلا أن الجميع يجتمعون. كلا، والديمقراطيون لا يريدون تحقيق ذلك، ولكننا نحن ننهي هذا الأمر وإلقاء القبض عليهم وإطلاق سراحهم. نلقي القبض عليهم، تقوم بإلقاء القبض على قاتل. إلقاء القبض على شخص يدونون اسمه يجب أن نأخذه إلى المحكمة، ولكن هناك مئات الآلاف من هؤلاء، وكل ذلك بسبب غلطتي، لأنني أنا وأنتم ونحن جميعا جعلنا هذه الدولة قوية جدا اقتصاديا، بحيث أن الجميع يرغب إلى القدوم إلى هنا، وهذه غلطتنا. ولكن تعلمون لن نسمح لهم بالدخول، ولكننا سنسمح للناس بأن يأتوا إلى أمريكا استنادا إلى الاستحقاق. نحن نريد أن يأتوا ولكن استنادا إلى الاستحقاق. إذن يلقون القبض عليهم، يضعون قدما واحدا على هذا الأرض. لدينا أعظم الناس، نعم، الدوريات الحدود وحرس الحدود لدينا، والقانون لا يسمح لنا بأن نخرجهم من بلدنا. علينا أن نستقبلهم ونكتب اسمهم، وبعد ذلك نقول لهم عودوا بعد 3 سنوات للمحاكمة، وبعد ذلك يتم إطلاقهم في مجتمعنا. وماذا يقدمون؟
نسبة الذين يظهرون أمام المحاكم، الذين يأتون إلى المحاكم 3% فقط منهم. هذا أمر مخزن، والديمقراطيون يفعلون ذلك، ولا يوجد لدينا عدد كافي من الأصوات، لا يوجد لدينا عدد كافي من الجمهوريين لقلب الطاولة عليهم. تذكروا هذا الأمر، أنهم متحدون مع بعضهم البعض، لأنهم يريدوا أن يضمنوا بأن أنني أنا ونحن لا نريد لئلا نتمكن من تحقيق ما تحتاج إليه بلدنا. لأن يجب علي أن أقول لكم أن أي شخص يصوت للديمقراطيين أصفه بالجنون، يجب أن يكون مجنونا لأن يصوت للديمقراطيين. الديمقراطيون لا يكترثون ما هي جدول أعمال المتطرفين. ماذا عن مستشفياتكم، مدارسكم؟ كاليفورنيا يريد أن يقدموا تعليما مجانيا ورعاية صحية مجانية. 10 ملايين شخص انتقلوا إلى كاليفورنيا. هذا أمر جنوني. إذن هذا ما علينا فعله، دعونا نخرجهم من هنا. هناك أمر غير صحيح، إنهم مجانين مختلين عقليا، سيقومون بإفلاس بلدنا بسبب سياساتهم. لأن جميع الديمقراطيين كل ما يريدونه هي السلطة، وتذكروا بأن كل من يدخل إلى الحدود سوف يصوتون للديمقراطيين، لن يصوتوا للجمهوريين. إذن لم يقل أحد هذا، أن هذا الأمر غبيا، ولكنه سيء لبلدنا. مهما يفعلون سيصوتون للديمقراطيين. لهذا السبب فإن برنامج الديمقراطيين هو إلقاء القبض عليهم، ثم يطلقون سراحهم. لهذا يريدون أن يمنحونهم ضمانا صحيا مجانيا، رعاية صحية مجانية، وتعليما مجانيا، ويمنحونهم رخص لقيادة السيارات، والمرحلة القادمة سيشترون لهم سيارات. بعد ذلك سيقولون لا نريد سيارات، نحن نريد سيارة رولز رايس ليست مصنوعة في أمريكا. لهذا السبب الديمقراطيون يريدوا أن يمنحوا المهاجرين غير الشرعيين الحق في التصويت. ما رأيكم أنه في كاليفورنيا، حيث أن المهاجرين غير الشرعيين سيطروا على مجلس المدينة ويديرونه المهاجرون غير الشرعيون؟ هل هذا أمر يصدق؟ هذا أمر لا يصدق. لهذا السبب الديمقراطيون يريدون أن يلغوا قانون أيس. أنا لا أريد أعمالهم، لا أحد يريد أعمالهم. أستطيع أن أقول يمكنهم أن يدخلوا في أحلك الظروف. ناس لا يحبون الناس، لا يحبون استخدام البنادق والمسدسات، يفضلون استخدام السكاكين لأن أكثر إيلاما. والديمقراطيون يقولون بأنه يوم عادي. في لونج آيلاند يقومون بتحرير المدن وكأنه تحرير من الحروب. الديمقراطيون يعتقدون بأن آيس جميل. نحن نقدر حرس الحدود، ونقدر سلطات إنفاذ القانون. إن ضحايا السياسة الديمقراطية في الحدود المفتوحة هي الأرواح الأمريكية. إن السياسة الديمقراطيين في الهجرة تسمح بالمخدرات السامة ورجال العصابات والقتلة لأن يتدفقوا إلى بلدنا. ونحن قمنا بعمل رائع، لقد قمنا بعمل رائع. أخرجنا الآلاف منهم، آلاف والآلاف منهم. والديمقراطيون في مدنهم المحصورة يقومون بإطلاق سراح القتلة ويطلقونهم في المجتمعات. أنتم لا تريدون ذلك. أنا أعرف سكان أريزونا. إن انتصار الديمقراطيين في شهر نوفمبر يعد دعوة مفتوحة لكل الغرباء غير الشرعيين والمجرمين إلى بلدنا. إن انتصار الجمهوريون سيرسل رسالة مفادها بأننا سنحمي حدودنا وسندافع عن مواطنينا. هذا هو الخيار المطروح أمامكم في نوفمبر. أنا شخصيا ولكن
كيف يمكن أن نقول ذلك؟ أنا يجب عليكم أن تصوتوا، وأنا برأيي لا يوجد أمامكم خيار. إلى أنا أعلمكم حق المعرفة، الديمقراطيون يعتقدون بأن عبور الحدود يجب أن يكون متاحا، بل ونحن نقول بأنه يجب أن نعيدهم إلى أوطانهم، وإن كانوا من المجرمين يجب سجنهم. الديمقراطيون يعتقدون بأن بلدنا يجب أن تكون ملاذا كبيرة للمجرمين والغرباء. يريدون هذه المدن الكبيرة في جميع أنحاء البلد للغرباء المجرمين. الجمهوريين يؤمنون بأنه يجب على بلدنا أن تكون ملاذا للأمريكيين الملتزمين بالقانون. الديمقراطيون يؤمنون بأن دافع الضرائب الأمريكي يجب أن يوفر رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين. ماذا عن كاليفورنيا؟ 200 مليون تريليون دولار، لديهم أموال أكثر من أي بلد آخر، والآن لديهم شخص مرشح نفسه لمنصب الحاكم ويريد أن يفتح الحدود، يريد أن يمنح المهاجرين غير الشرعيين تعليما صحيا مجانيا ورعاية صحية مجانية، وليس لديهم أموال. بخلاف ذلك فهي فكرة رائعة. الجمهوريون يؤمنون بضرورة حماية الرعاية الصحية للأمريكيين الذين يستحقونها ويحتاجون إليها. إن أردتم أن تنقذوا بلدكم وأن تحموا عائلاتكم وأن تدافعوا عن القوانين الأمريكية، الحدود والكرامة، يجب أن تصوتوا لمارثا وأن تصوتوا للجمهوريين في 6 نوفمبر. هذه الانتخابات تتعلق أيضا بالازدهار. في أقل من 2 عامين قمنا بتوفير أكثر من 2,400,000 فرصة عمل، وقمنا برفع أكثر من 4 ملايين أمريكي. إن معدلات دخل الأمريكيين من أصول لاتينية هي في أعلى معدلاتها. من الأمريكيين من أصول لاتينية موجود بيننا؟ 10%؟ لا بأس. هل تحبون ترامب؟ دائما محفوفة بالمخاطر. الأمريكيون من أصول لاتينية والفقر في هذه الجالية لقد بلغت أدنى معدلاتها، وكذلك البطالة بينهم وصلت إلى أدنى معدلاتها. الأمريكيون من أصول أفريقية ومن أصول آسيوية وصلت إلى أدنى معدلاتها في تاريخ هذا البلد. والبطالة بين النساء بنسبة 3.6 هي الأدنى في خلال 65 عاما. كل يوم نحن نعيش بشعارنا ونوفي بشعارنا، وهي الوعود المقطوعة، هي وعود مستوفى. أنا قطعت وعودا وقد وفيت بوعودي، بمعظم وعودي. أعتقد بأننا حققنا أكثر مما وعدنا به، ولم ننتهي بعد. قبل أسبوعين أعلنت بأننا سنقوم باستبدال اتفاقية نافتا الشنيعة باتفاقية كندا والمكسيك الأمريكية الجديدة. يجب الموافقة عليها بمجلس النواب، ولكن حتى الديمقراطيون يحبون تلك المعاهدة والاتفاقية. هل تصدقون ذلك؟ تشاك شومر قال في الواقع هذا أمرا جيدا، أنا لا أصدق ذلك. سيتم المصادقة عليها سريعا، وسوف تفتح حدود كندا والمكسيك للمزارعين الأمريكيين والمصنعين الأمريكيين، ونتمنى أن تكون أمرا مربحا للبلدان الثلاثة. أما اتفاقية نافتا فقد كانت كارثة.
وأننا نحقق انتصارات، والجمهوريون قاموا بتمرير أكبر حزمة من الإعفاءات الضريبية والإصلاحات الضريبية في تاريخ الولايات المتحدة. إنه أكبر عملية حفر تقريبا في العالم. والرئيس ريغان حاول جاهدا، لم يتمكن من ذلك، الرئيس بوش جميعهم، وأنا تمكنت من تحقيق ذلك في ألاسكا. إن شعب ألاسكا إنهم أشبهوا بي. جدي أمضى وقتا طويلا في ألاسكا، كان يبحث عن الذهب. كذلك قمنا بتمرير قوانين لقدام المحاربين، نمنح قدام المحاربين حقهم في الحصول على الأطباء والرعاية الصحية، ولكي نضمن أن أي شخص يسيء معاملة قدام المحاربين يقطع للمساءلة. ننظر إليهم ونقول لهم نطردهم وننهي خدماتهم، كل من يسيء إلى قدام المحاربين. في الماضي لم نكن قادرين على ذلك، كنا عالقين. لقد قمنا بتأمين 700 مليار دولار، وفي العام القادم 716 مليار دولار لكي نقوم بإعادة بناء قواتنا المسلحة الأمريكية. وجيشنا بعد وقت قصير سيصبح أقوى مما سبق، ومحدثا والأفضل في العالم. والآن عندما تقع الأمر بالجيش، أنا لا أكترث لفرص العمل، أريد جيشا قويا، ولكن كفائدة ثانوية له أفضل جيش في تاريخ الولايات المتحدة، ولدينا أفضل الطائرات المقاتلة وأفضل الصواريخ وأفضل السفن الحربية. إذا هناك الكثير من فرص العمل، وقريبا سيكون لدينا تقريبا أقوى جيش في تاريخ الولايات المتحدة، وسيكون قويا لدرجة بأننا لسنا مضطرين إلى استعماله. إن لم يكن قويا فربما كنا استخدمناها. والآن وزارة الدفاع تعمل على إنشاء فرع جديد لها نطلق عليه اسم القوات الفضائية. لقد سحبت الولايات المتحدة من اتفاقية إيران النووية، وقبل بضعة أيام من أن أتولى الرئاسة كانوا يعتقدون بأنها صفقة جيدة. الآن إنهم يعانون، لديهم أعمال شغب في نهاية كل أسبوع، لأنهم يواجهون أوقات عصيبة. وقد اعترفنا بالعاصمة إسرائيل، وافتتحنا السفارة الأمريكية في القدس. مجتمعين معا لقد قمنا بتحقيق تقدم رائع واستثنائي، اعتقد انه لا يوازيه اي شخص على مدى سنوات، واعتقد باننا ما زلنا مقصرين. لدينا طريقا طويلا لنقطعه في 20 يناير، ولكن لم يحقق اي شخص ما حققناه نحن في السنتين الاوليتين، ولا حتى قريبين مما حققناه، وهذه فقط البداية. إن أردتم أن انتخاب مجلس نواب ومجلس شيوخ جمهوريين، فإننا سنقوم بتخفيض الضرائب، وسوف نقوم بزيادة مداخيلكم. سوف نحمي الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، والديمقراطيون سيقومون بتدمير كلا الأمرين. أنتم تعلمون هذا الأمر. سوف نستمر ونواصل بترشيح القضاء الذين يفسرون دستورنا كما هو مكتوب. سوف نؤمن حدودنا، وسوف نقوم بتمرير قانون كيكس. سوف نقوم بإلغاء المدن الحاضنة للمهاجرين، وسوف نوقف ممارسات إلقاء القبض وإطلاق السراح وحتى التأشيرات اليا نصيب، ونريد أن نبقي المجرمين خارج بلدنا. سوف ننقل ملايين
الملايين من أبناء شعبنا من الرعاية أو من الضمان الاجتماعي إلى فرص العمل. نعم، هناك كثير من قادتكم السابقين يعتذرون نيابة عن أمريكا. هل تذكرون الانحناء؟ أنتم تنسون أمر الانحناءات. أنا لم يعجبني ذلك، جميع هذا الانحناء. الآن لديكم رئيسا يدافع عن أمريكا. نحن ندافع عن قيمكم، ندافع عن شعب أريزونا، وإننا بكل فخر ندافع عن لنشيدنا الوطني المجيد. ولكن لكي نواصل هذا الزخم، أن تدافعوا عن ولايتكم وعن بلدكم، أريد منكم أن تدعوا أصدقائكم وأسركم وزملائكم في العمل وجيرانكم لأن تذهبوا للتصويت لمارثا مكسالي في 6 نوفمبر، هذا الموعد النهائي، ولكن صوتوا تصويتا مبكرا. مارثا إنها محاربة شجاعة، وهي الشخص الذي يجب أن تضعونه في واشنطن، ستكونون فخورين بها، ستكون محط فخر لديكم. صوت، هذا ما يقولونها، هذه المسألة ستكون سهلة، هذا العمل سيكون سهلا، لا يوجد أمر سهل، ولكن نحب هذا العمل. لقد طرحوا علي هذا السؤال، هل تحبون هذا الأمر؟ إنه أمر صعب، إنه أمر صعب، لأنني أختار أن أعمل 24 ساعة في اليوم. ولكن هل تعلمون لماذا أحب هذا العمل؟ لأننا حققنا وأنجزنا أكثر مما أنجزه أي شخص في السابق، وأنهم يعطوننا الفضل على ذلك. إن التصويت لمجلس النواب جمهوري هذا يعني تصويتا للمزيد من فرص العمل هنا في الولايات المتحدة، وهذا ما نريده. إنه التصويت لأن نحترم قوانيننا وأن نحترم أبطال إنفاذ القانون. والتصويت للجمهوريين هو تصويت لرفض سياسة الكراهية والفرقة عند الديمقراطيين، وأن نحتفل بمجد وعظمة كون المرأة أمريكيا. المواطنون الأوفياء الذين ساعدوا على بناء هذا البلد، ونحن مجتمعين سوف نستعيد بلدنا ونعيد السلطة إليكم أنتم الشعب الأمريكي، وهذا ما يحدث. من فينيكس إلى فلاكسيلف، من مدينة من الصخور الحمراء في سيدونا، هذه المدينة الرائعة التي أنشأها من أعظم الرجال وأجمل النساء الذين مشوا على هذه البسيطة. الآن سيقولون يوم غد لقد وصف النساء بأنهن جميلات، سيكون العنوان ترامب يصف النساء بأنهن جميلات. أنتم جميلات، أنتم جميعا جميلون، أنتم كنتم دائما ولطالما كنتم وستبقون. أنهم يظنون بأنهم قد أوقعوا بي. أنتم جميلات. أريزونا حيث وايت إيرب أصبح أسطورة، حيث أن أجيالا من المزارعين والجنود والرواد استخدموا أيديهم لبناء حياتهم وبناء منازلهم. لم يكن لديهم الكثير من الأموال، لم يكن لديهم الكثير من الرفاهية، ولكن كان لديهم أمر مشترك، كانوا يحبون عائلاتهم وكانوا يحبون بلدهم وكانوا يحبون إلههم. هؤلاء المواطنون من أريزونا لقد قاموا بالتضحية بدمائهم لكي نحظى نحن بالحرية من أجل حريتنا وفي سبيل أطفالنا.
سوف نعمل وسوف نجتهد وسوف نناضل وسوف ننتصر وننتصر وننتصر. لن ننحني، لن ننكسر، لن نستسلم، ولن نتخلف، ولن نتوانى، ولن نتراجع، ولن نستسلم، ولا دوما سوف نناضل حتى تحقيق النصر دائما، لأننا نحن أمريكيون وإن قلوبنا تنزف بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق. نحن شعب واحد، عائلة واحدة، وبلد مجيد تحت ناظري الله. ومع هؤلاء الشعب الفخور، شعب أريزونا، سوف نعيد الثراء إلى أمريكا، سوف نعيد القوة إلى أمريكا، سوف نعيد الأمان لأمريكا، وسوف نعيد المجد والعظمة لأمريكا مجددا. شكرا لكم يا أريزونا، شكرا لكم. At her feet was